مشاهدين معانا في فيديوهات التوعية الخاصة بالتلعيب، وعشان خاطر تقدروا تستخدموا المعلومات بشكل كافي للألعاب بتاعتنا اللي مرفقة بالقناة بتاعتنا. معاكم دكتورة نجلاء فتحي، استشاري صحة إنجابية وجنسية وأخصائي النساء والتوليد. النهاردة والله هتكلم عن موضوع مهم جدا جدا، مش كل الناس عندها معلومات عنه. احنا بنمر بيه كلنا، مفيش حد فينا ما مرش بيه، بس ساعات كتير بنفتكر ان احنا مش محتاجين نعرف عنه معلومات. الاباء والامهات مش محتاجين يفهموا الفترة دي فيها ايه، بيتعاملوا معاها بالفطرة زي ما بنقول. الفيديو ده مخصص للاطفال اللي فوق سن 14 سنة، وطبعا مخصص بعناية للاباء والامهات. وطبعا لو انت ميسر او انت جمعية او منظمة تقدروا تستخدموا الفيديو ده في التوعية الخاصة بيكم عن صحة المراهقين. أيوة، احنا هنتكلم النهاردة عن فيديو صحة المراهقين. عايزة انصحكم نصيحة، لو انت ما كنتش اتفرجت عن فيديو البلوغ لازم نتفرج عليه قبل ما نتفرج عن فيديو صحة المراهقين، عشان خاطر تبقى فاهم يعني ايه المرحلة اللي بتسبق المرحلة المراهقة. ما ينفعش نخش في معلومة جديدة واحنا لسه ما عندناش البيزك او الاساس بتاعها. هنتناول النهاردة الفرق ما بين المراهقة والبلوغ، وهيكون في بعض الفيديوهات المرفقة بالفيديو ده تقدروا تتفرجوا عليها عشان تاخدوا رؤية اكتر او معلومات اكتر عن المراهقة والبلوغ. هنتعرف عن المراهقة وهنعرف ايه المراحل المختلفة العمرية ليها، وكمان هنعرف السمات التغيرات عند الولد والبنت اللي بتحصل في مرحلة المراهقة. طب هي دي بتختلف عن البلوغ؟ هي مش بتختلف، هي بتكون شبهها، بس في مرحلة المراهقة بتكون ظاهرة اكتر او بتأثر بشكل كبير على الاتيتيود او الطريقة اللي بتعاملوا بيها مع الاسرة والمجتمع المحيط. في تغيرات بتكون جسدية ونفسية وجنسية وهكذا، واجتماعية واقتصادية. هنعرف ازاي نتعامل معاها، وكمان في بعض الاسئلة الشائعة اللي الناس بتسألها لنا دايما احنا مجهزينها لكم في الفيديو ده عشان احنا نجاوب عليها على طول. ولو عندك سؤال ما تجاوبش عليه تقدر تكتبه في الكومنتات او تبعته لنا على الخاص عشان نقدر نجاوبك عليه من مصدر موثوق فيه. طبعا احنا عرفنا ان البلوغ هو سن معين او مرحلة سنية معينة بيبدأ يحصل فيها ان الغدد بتطلع مواد كيميائية زي الهرمونات، بتعمل تغييرات فسيولوجية وطبيعية وجسدية ونفسية في الجسم. طب ايه هي المراهقة؟ هتلاقي لينك احنا حاطينه عن فيديو بيعرف المراهقة بشكل بسيط لو حابب تستعين بيه. بس التعريف العربي للمراهقة هي مرحلة او فترة انتقالية، يعني هي مرحلة اكتر من ان هي هرمون بيطلع، ما بين ان احنا كنا في مرحلة الطفولة لمرحلة الرشد بيتخللها مرحلة البلوغ. يعني هي فترة، يعني هي عدد من السنين حوالي 10 سنين بتكون العقل والجسم والنفسية الطفل ده بتتحول لمرحلة الرشد بتاعتنا. ممكن تستمر المرحلة دي لحد 19 سنة، ممكن تبدأ من 10 سنين 11 سنة 12 سنة لحد 19 سنة، وبيكون دي فيها تحولات حاسمة في عمر الطفل. يعني التغيرات والعناية والاهتمام بالطفل في المرحلة دي هيأثر بشكل كبير جدا على شخصيته وتفكيره وتصرفاته وسلوكياته لما يكبر. المرحلة دي بتمشي بسرعة هائلة، يعني الأب والأم ساعات من لخمتهم في الحياة ومن ان هم بيحاولوا يجروا على دايما الماديات او ان هم يوفروا احسن حاجة للابن او للابنة والمدرسة والنادي والأنشطة، بيلاقوا الفترة دي عدت من غير ما يلاحظوها ومن غير ما يهتموا بيها، والتغيرات بدأت تظهر. يقول لك ايه ده ده بنتي كبرت بسرعة. لا، هي ما كبرتش بسرعة ولا حاجة، هم كانوا 10 سنين او اكتر، بس احنا انشغلنا بحياتنا وبالمجتمع وبالضغوط المجتمعية بتاعتنا خلتنا ما شفناش المرحلة دي. فمهم جدا ان احنا نلتفت بالتغيرات دي ونعرف ازاي نتعامل عليها. طيب، في المرحلة دي ممكن نقسمها من 10 ل 14 سنة، 15 ل 17 سنة، ومن 17 ل 19 سنة. كل سن من دول لو فاكرين ساعة الألعاب بنقول لك ما تدمجش الأعمار مع بعض في لعبة واحدة، لأن كل سن من دول ليهم فكره وطبيعه النفسي وطبيعه المجتمعي وشكله الجسدي المختلف عن المرحلة التانية، لكن هم كلهم اسمهم مراحل المراهق. في بعض السمات والتغيرات اللي بتحصل على المراهقين سواء كان بنت أو ولد، في سمات جسدية وفي سمات نفسية وفي سمات مجتمعية ومظاهر للتغيرات المختلفة للسمات دي كلها.
حتى كمان العقل والمعرفة. يعني دايما احنا بنقول ان الاطفال اكتر فترة عندهم بيقدروا يخزنوا المعلومات هي فترة الطفولة. في فترة البلوغ طبعا بيقدروا يخزنوا معلومات وهكذا، بس بيبقى عندهم يعني هرمونات وضغوطات وانت شكلك ايه وانت عامل ايه وانت تصرفاتك عامله ازاي وانت هتكون مين وانت عايز تبقى ايه، وكل ده بيضغط عليهم ممكن يقلل من قدراتهم العقليه او المعرفيه شويه. وفي نفس الوقت برضه لو احنا عززناها بالرياضه او بعض الانشطه ممكن تساعدهم ان هم يزودوا القدرات العقليه والمعرفيه. ده غير طبعا التغيرات الاجتماعيه والاقتصاديه اللي بتحصل، انجذابهم للمجتمع ولا عدم انجذابهم للمجتمع، العزله وهكذا. هنعرفها مع بعض. في الصوره اللي احنا حاطينها دي شكل من اشكال سمات التغيرات الجسديه اللي بتحصل للولد. زي ما انتم شايفين حاجه بتحصل في العظم، حاجه بتحصل في الطول، حاجه بتحصل في الوش، حاجه بتحصل في الاعضاء التناسليه، حاجه بتحصل في الصوت، حاجه بتحصل في الجسم. خلونا ناخد صوره صوره مع بعض. العظم بيتقل بتاع الولد، عشان كده دايما بنقول ان الولد وزنه اتقل من بنت عظم اكتر من ايه، من هو يكون جسد او عضلات او هكذا. هنلاقي طول بيبدا الولد جسمه بيفرد، بيطول، عضلاته بتفرد، ممكن يبقى مناسب اكتر ان هو يمارس الرياضه ويتميز بشكل مناسب لجسم. الصوت زي ما احنا قلنا الصوت بينتقل من مرحله الرفيع للتخين اللي هي مرحله البلوغ، فبيبدا يحصل تغيرات في الصوت بتاع الطفل، وبيبدا يحصل زي ما انتم شايفين الصوره فيها شكل دي مش فايبريشن، دي اللي هي احساس بالحر واحساس بالتوهجات لان جسمه دايما بيبقى حران او كده بسبب تغيرات الهرمونيه. وطبعا القصف المني وتغيرات في كبر حجم العضو التناسلي. طبعا دي حاجات داخلة شوية مع البلوغ، بس احنا لازم نبقى عارفين ان برضو البلوغ بيحصل في فترة المراهقة. هنراجع مع بعض كده بشكل نقاط ايه التغيرات اللي بتحصل للولد. زيادة في الطول وفي الوزن، وبتكون الزيادة دي الاول في الاطراف وفي كف الايد والرجل، يعني الرجل بتكبر والايه بتكبر، عشان كده تلاقي الولد كده ايديه كبيرة والبنت يعني صغننة وزتوفة. ده مش تنمر ولا حاجة، انا بهزر معاكم. بيحصل نمو للعظام وزيادة في سمكها واتساع للكتفين زي ما احنا قلنا. بيحصل نمو للشعر في الوجه ومنطقة العينة وتحت القبض، وكمان بيبدأ الشعر ده بيزيد تدريجيا مع زيادة مرحلة المرور في مرحلة المراهقة والبلوغ، وبيبقى أكثر خشونة وتجاعيدا. بيحصل زي ما احنا قلنا نمو الأعضاء التناسلية الخارجية، وبيبدأ الاحتلام اللي احنا زي ما فكرتكم ده ظاهرة فسيولوجية طبيعية بتحصل عند الولاد، مش حاجة تدل على ان هو حصل اي حاجة غلط. كمان يبدأ يظهر حب الشباب بيحصل للولاد والبنات، وبتتغير نبرة الصوت وبيميل للخشونة. وزي ما قلنا بيحصل تغيير في نبرة الصوت ان هي بتميل للخشونة وللعمق تدريجيا، مش بيحصل فجأة، بس في بعض الاحيان عند بعض الاولاد بتحصل مرة واحدة نتلاقي صوته اخشن. مهم جدا ان احنا نعرف ان بيحصل فيه تغيرات في الغده، في افرازات الغده الدرقيه، فعشان خاطر ما نقلقش لو حصل ان الافرازات دي زادت او قلت، لا نبقى عارفين ان دي بتحصل عادي في مرحله المراهقه. ليه احنا بنقول السمات ديت، وليه هنقول كمان سمات البنات؟ عشان كل اب وام يبقى عارف ان بعض التغيرات دي بتكون مرهقه جدا على الشاب او البنت اللي بتعاني من التغيرات اللي بتبقى حصلت في فتره المراهقه، عشان يقدروا ان هم يقدموا لهم الدعم الكافي النفسي والمجتمعي، ويقدروا يفهموا التغيرات دي وكمان ما يتنمروش عليهم او يحرجوهم. طب ايه بقى التغيرات الجسديه اللي بتحصل للبنات؟ احنا افكركم بيها لو كنتوا اتفرجتوا على فيديو البلوغ. اول حاجه بيحصل ان البنت بيحصل زياده عندها برضو في الطول والوزن، بيحصل نمو لعظام بس عظام محدده اكتر بتظهر اكتر اللي هي عظام الحوض واستداره الفخذين، بتبدا ان احنا شكلها بيبان او بيحصل استقامه للقوام. بيظهر الشعر في منطقه العينه وتحت الابطين، وبتبدا طبعا ظهور اكتر حاجه مميزه اللي هو دم الدوره الشهريه، اللي بدايه اللي بيحصل تنبيه لينا ان بدا مرحله التبويض تبقى نشطه وان الجسم بدا يأهل نفسه ان هو يكون جاهز للتخصيب. بيحصل تغيير في الصوت برضو، بس طبعا بيبقى ارفع، وبرضو بيزيد افرازات الغده الدرقيه ونمو بعض المعالم الخارجيه زي الموجوده في الصدر. ايه مهم برضو اللي احنا نعرفه عشان خاطر السمات دي نقدر ان احنا نتواكب معاها او نتعامل معاها كاباء وامهات؟ اول حاجه نبقى عارفين ان بيحصل تقلبات في الحاله النفسيه للمراهقين، الحاله النفسيه والعاطفيه كمان، يعني ممكن تلاقيه مره ان هو فاكر ان الانجذاب للطرف الاخر او الجنس الاخر دوت مهم بالنسبه له، ومره مهمل القصه دي جدا، فده كله بسبب الهرمونات اللي بتحصل بتتزايد في مرحله المراهقه. عدم القدره على السيطره على العواطف، يعني ممكن نلاقيهم بيزعقوا شويه، ممكن نلاقيهم حزنانين شويه، ممكن نلاقيهم
بيزعلوا شوية وهكذا. فلازم احنا نبقى فاهمين المرحلة دي ونقدر اللي بيحصل. بس طبعا ده معناه ان انا اسيب ابني يزعلي طول الوقت؟ لا اكيد طبعا، بس لازم اتكلم معاهم، لازم الاب يتكلم مع ابنه، لازم الام تتكلم مع بنتها، ويبداوا يشوفوا يعني احسن حاجة ان هم يمارسوا طبعا الرياضة. بس ممكن نبدا ان احنا ما نتنمرش عليهم، ما نتكلمش ده اصل هو دلوقتي بيعاني من ظروف او الكلام ده. الكلام ده كله هو اللي بيضايق الشباب او الاطفال في مرحلة المراهقة، ان هم يعدوا المرحلة دي لقوا اهلهم بيتنمروا عليهم. فبالتالي احنا لازم نكون كتفا في كتف معاهم، ونتكلم معاهم ونطمنهم ان دي مرحله وهتعدي، وان التغيرات دي مش هتكون ملحوظه بشكل كبير وهكذا. احنا قلنا ان بيحصل زي انجذاب نحو الاشخاص الاخرين، الافتنان، الحاجه الاشباع، الرغبه الحميميه بتاعتهم. فاحنا لازم نقنن ده او نعزز ده بالكلام او بالفضفضه او بالاحاديث المفتوحه مع بعض داخل الاسره، او طبعا بالرياضه. مهم جدا ان احنا نخليهم يبقوا عندهم اصدقاء وندعم، نختار اصدقائهم دول كويس جدا. مش هقول له صاحب ده ما تصاحبش ده، بس هو لما يكون عنده صديق لازم اعرف عيلته، لازم اعرف هو منين، اتعرف عليه، افهمه ان في كل علاقه زي ما احنا قلنا في علاقات شخصيه ليها اطار وليها حدود. اعرفه لو في اي حاجه شفتها غريبه، فعل غريب في المدرسه، في بينك وبين اصدقائك تيجي تتكلم معايا وتسالني، انا هكون مصدر معلومه موثوق منها اكتر من النت او اي حد. طبعا نتيجه التغيرات الجسديه والمجتمعيه ديت بيحصل ضغوط للشاب او الفتاه في سن المراهقه، زي مثلا ان هو بيظهر عليهم معاني من الخوف والقلق والاضطراب والخجل والاحباط. فمهم جدا ان احنا ندعمهم. طب ندعمهم ازاي؟ دايما احسس الطفل او الشاب في مرحله المراهقه ان احنا شايفينه، يعني احنا شايفينه ملاحظينه وشايفين ايه اللي بيحصل معاه وحاسين بيه. حاجه اسمها الحب الغير مشروط، يعني طول ما هم محتاجين جدا للحب، انا اديهم حب على طول واديهم احساس ان انا موجود وما اهملهمش في المرحله دي بالذات. حتى لو ضغوط الحياه مخلياني مش مركز معاهم، لا انا لازم اقنن او اخلي جزء من وقتي ليهم واحسسهم دايما ان انا بحبهم. القبول الغير مشروط، يعني انا متقبلهم زي ما هم. يعني البنت والله تخنت، رفعت صوت، ولا صوته اتغير، البنت اللي لها حبوب شباب، شعرها وقع، شعرها مش عارف ايه، كل الحاجات دي كلها انا بتكلم معاهم ان انا إن احنا بابا وماما متقبلينكم باي شكل، انتوا جمال في عيوننا وانتم حبايبنا باي شكل. زي ما قلنا كمان الاحترام الاحترام الاحترام، الدعم سواء كان مادي او معنوي، والتشجيع، تشجيعهم بقى في الهوايه اللي بيلعبوها، تشجيعهم في ان هم يبقوا احسن، تشجيعهم في ان هم يتموا بنفسهم، كل وسائل وكل مظاهر التشجيع. واهم حاجه لا تعظ ولا تحكم ولا تؤذي، يعني ما تقعدش تدي في مواعظ وتقول انت المفروض تعمل كذا وكذا، سيبهم يعبروا عن نفسهم بطريقه يعني على قد ما يقدروا بحريه، وانت بتحاول ان انت تحط للحريه دي حدود معينه بحيث ان هي ما تخرجش عن الاطار الطبيعي او اطار المعروف بيه، لكن لا تعظ ولا تحكم ولا تؤذي. طيب هتلاقوا برضو بعض الاحصائيات والفيديوهات اللي احنا مصاحبينها للفيديو بتاعنا، زي مثلا ان في عام 2015 1.3 مليون مراهق توفوا بسبب الاسباب النفسيه اللي تعرضوا لها والضغوط المجتمعيه لعدم تقبلهم للمرحله دي. طب الناس طبعا تقول لي رقم كبير قوي، ازاي يعني المراهقين بيموتوا؟ احنا مش كل يوم نسمع عن حد انتحر، مش كل يوم نسمع عن حوادث ما بين المراهقين وبين بعضهم والحوادث الكبير. هو ده بسبب ان احنا في المرحله دي مش مركزين معاهم ومش مدينهم الدعم والحب والقبول الغير مشروط، وبنفضل نعظ وبنحكم عليهم ونتنمر عليهم باشكال مختلفه. فبالتالي العنف النفسي والمرض النفسي والاحباط والاكتئاب دي حاجات بقت واقعيه وحقيقيه، والعلم بقى بينبه بيها كتير جدا ان احنا لازم ناخد بالنا منها. انا عارفه طبعا ان الدين بيقنن حاجات كتير وبيقول ان في حاجات ما ينفعش انها تحصل، وان ده وانتوا بتقعدوا تقولوا ان ده بعد عن ربنا والكلام ده، لكن احنا كمجتمع مصري احنا لسه ما وصلناش من درجه من وعي ان احنا نعرف ان الاكتئاب مرض خطير جدا جدا، وان المراهقين اثناء تغيرات الفسيولوجيه والهرمونات اللي بتحصل لهم احنا محتاجين ندعمهم بشكل كبير قوي عشان ما نعرضهمش ان هم يخشوا في اكتئاب ما بيبقوش داريين، ما بيبقاش داري باللي بيحصل له.
لكن برضو انا لو انا دوري كمراهق او دوري كبنت او ولد، ان انا لو حسيت بعدم الامان او القلق او الخوف، ان انا اتجه لي اولي الامر، اتجه لي بابا وماما واستشيرهم واحاول ان انا اطلب منهم المساعده، ما اتجئش لحد غريب عندي. وراجع مع بعض دايره العلاقات بتاعتك واعرف مين اللي قريب منك قوي ومين يستاهل ان هو يكون في الخانه بتاعت الذات، وتقدر ان انت تستعين بيه لما تكون حاسس باي شيء من الاحباط او القلق او الخوف. لو يا سيدي ما لقيتش حد بيسمعك، تقدر تستعين بالاطباء النفسيين، في ابلكيشنز كتير قوي دلوقتي موجوده، او خط نجدة الطفل، او بعض المؤسسات اللي بتدعم صحه المراهقين. كمان عايزه اقول لكم بعض الاحصائيات، ان كل 1000 بنت من سن 15 ل 19 سنه حصل ولاده جديده، ولاده جديده منها، يعني ان الولاده عن طريق المراهقين كمان بقت كبيره جدا، فبالتالي المراهقين والاطفال بقى عددهم بيزيد نسبه بين عدد الكبار. في برضو اسباب كتير بتؤدي ان المراهقين يحصل لهم وفيات، زي الاصابه بالفيروس، نقص المناعه البشري، الانتحار، عدوى الجهاز التنفسي، والعنف بين الاشخاص. وهنتعرف كمان عن انواع العنف بين الاشخاص في فيديو اتفرجوا عليه، انصحكم تتفرجوا عليه. طيب احنا زي ما وعدناكم جهزنا بعض الاسئله اللي كانت بتجيلنا من قنواتنا اللي قبل كده والفيديوهات بتاعتنا قبل كده والجلسات اللي الرائجه ما بين المراهقين، عايزين يعرفوا الحاجه دي صح ولا غلط، هل احنا بنفكر في الحاجه دي صح ولا غلط. طيب خلونا نعرف اول سؤال معانا. اول حاجه جات لنا اسئله عن الاستحمام بيسبب تغيرات في مسار الدوره الشهريه، او ان الدوره تتاخر او تيجي بدري او هكذا. طبعا ده معلومه غلط، دي من الشائعات الغلط، ان لا الاستحمام، ان احنا بالعكس احنا احسن ان احنا يبقى فيه نظافه بشكل مستمر عشان ريحه الجسم تبقى حلوه، وعشان كمان الممارسة الرياضة والاستحمام والحركات المساج وهكذا بتساعد في نزول دم الدورة الشهرية بشكل سليم وبشكل سريع. خلاص، فالنظافة شخصية مهمة جدا. اتقال برضو او سؤال اتقال قبل كده زي ما احنا قلناه في الفيديو البلوغ، القذف الليلي لا ارادي اللي هو الاحتلام بيجعل الشاب ضعيفا جنسيا؟ لا طبعا، دي حاجة زي ما قلنا ده فسيولوجيا طبيعية غير مؤذية، ما بتأثرش على الشاب في اي حاجة، ولا في الزواج ولا في العلاقة الحميمية، لكن دي علامة من علامات البلوغ. طيب هل يستطيع الشباب ان هم يعرفوا هل البنت دي في حالة دورة شهرية ولا لا؟ طبعا لا، الا لو هي حابة تقول دوت طبعا، او ما تقولهوش، دي حاجة خاصة بيها جدا، مش من حق اي حد يعرفها او هي تقولها ولا تتكلم فيها، هي دي حسب حريتها الشخصية، حسب هي عايزة تتكلم في ايه. طبعا مش عيب ولا غلط ولا حرام ان احنا يكون عندنا الدورة الشهرية، دي حاجة فسيولوجية زيها زي الاحتلام، زيها زي اي علامة من علامات البلوغ، دي علامة من علامات البلوغ. في سؤال شائع كمان بيتردد علينا من الشباب اللي هم محتاجين حد يجاوبهم على المعلومة دي، هل حجم العضو الذكري بيحدد ذكورة الرجل، يعني انت راجل ولا لا، او رجولة الشباب؟ طبعا دي معلومة خطأ جدا. العضو الذكري وطوله او حجمه او صغره ده ما بيحددش انت راجل ولا لا، بالعكس باحتوائك وصفاتك الرجولية والشهامة والجدعنة واهتمامك باسرتك وبنتك وبمراتك، هي دي الرجولة. لكن العضو الذكري سواء كان طوله او صغره دوت ما بيأثرش خالص على العلاقة الحميمية، او انت بتؤدي في هذه العلاقة بشكل ازاي. عايزين نقول كمان ان المهبل بيتراوح طوله من 4 ل 6 سنتي وبيزيد قبل الولادة عشان تقدر ينزل فيه البيبي او الطفل ويخرج من فتحة المهبل، وبيكون في التلت الاخير او الخارجي من المهبل كل الاستشعارات الحسية والاعصاب اللي تخلي يحصل فيه استمتاع في العلاقة. اخر سؤال معانا النهاردة، هل يمكن ان يحدث الحمل منذ العلاقة الاولى؟ يعني ممكن من علاقة واحدة يحصل حمل؟ كتير ناس متزوجين جدد بيسألونا الاسئلة دي، وشباب برضو في سن المراهقة بيسألونا الاسئلة دي عشان يقدروا يعرفوا يستخدموا وسيلة مناسبة ولا لا. فاحنا بنقول ايوة طبعا ممكن يحصل، مدام حصلت علاقة كاملة ممكن يحصل حمل من اول مرة، ويجب استخدام الوسيلة الامنة في خارج، يعني في اثناء العلاقة داخل اطار الزواج الشرعي. طبعا بيحصل علاقة حميمية داخل اطار الزواج الشرعي. ودي كانت الاسئله الشائعه اللي جات لنا من الشباب والبنات اللي كانوا عايزين اجابات عليها. تقدروا كمان لو انتوا لسه عندكم سؤال ما تجاوبش عليه تكتبه لنا في كومنت او تبعته لنا على الخاص عشان نقدر نجاوبكم عليه كمصدر موثوق وعلمي. كان معاكم دكتوره نجلاء فتحي استشاري الصحه الانجابيه والجنسيه واخصائي النساء والتوليد.